أكد التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة أنه كان وما يزال حيث يكون الوطن والشعب والثوابت، منحازا إلى مصالحه وحارسا لمكاسب الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتعددية، مسخرا كل إمكاناته وقدراته في معركة استعادة الدولة مع كل القوى الوطنية. وحيت هيئة الشورى المحلية للإصلاح بأمانة العاصمة في البيان الختامي الصادر عن اجتماعها بمدينة مارب تحت شعار شركاء في السياسة شركاء في التحرير، حيت أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات العز والكرامة والحرية دفاعا عن سيادة الوطن وهويته وثوابته ومكتسباته. وجددت الهيئة إدانة جريمة استمرار اختطاف عضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ المناضل محمد قحطان وإخفائه قسريا، مشددة على عدم التعاطي مع أي مفاوضات لا تضع إطلاقه على رأس أولوياتها. وعبرت عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في أمانة العاصمة المختطفة وما تسببت فيه ميليشيا الحوثي من الانهيار المريع في مختلف مناحي الحياة، وأكدت على التواصل وتنسيق المواقف والجهود مع مختلف فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بأمانة العاصمة في كل ما يتصل بإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة وفي كافة القضايا الوطنية. كما أكدت على تكامل الجهد الرسمي والحزبي والشعبي لإنقاذ سكان العاصمة من خطر التجريف السلالي الطائفي، داعية إلى رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثية الإرهابية ضد أبناء أمانة العاصمة وتقديم العون الحقوقي والقانوني للضحايا ومحاكمة الجناة أمام المحاكم المحلية والدولية. كما شددت هيئة الإصلاح بأمانة العاصمة على العمل على وقف تحويل العاصمة إلى مقابر جماعية وسجن كبير وتشويه معالمها التاريخية وهويتها اليمنية العربية الأصيلة بمظاهر التبعية المهينة للمشروع الإيراني الطائفي. ودعا البيان القيادة السياسية والحكومة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في وقف تدهور أسعار العملة وإنقاذ المواطن من خطر تغول وسطو ميليشيا الحوثي على الحياة الاقتصادية والسوق النقدية والغرفة التجارية والنشاط الاقتصادي بشكل عام. كما دعا البيان الجهات ذات الاختصاص في الحكومة وأمانة العاصمة إلى إلاء قضية النازحين والمشردين أهمية قصوى ورعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمختطفين والأسرى. وأهابت هيئة شورى الإصلاح بأمانة العاصمة بالقيادة السياسية والحكومة والأحزاب العمل على عودة الحياة السياسية التي جرفتها ميليشيا الحوثي وتعزيز روح العمل السياسي التعددي الديمقراطي. وحث البيان كل الأعضاء والأنصار في جميع هيئات الإصلاح ووحداته التنظيمية على العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود في حشد الطاقات والقدرات البشرية والمادية لتوسيع قاعدة الإصلاح الجماهيرية وفاعليته التنظيمية والسياسية والاستمرار في تبني هموم وتطلعات الجماهير والانفتاح على الآخرين واعتماد لغة الحوار والتفاهم الإيجابي.